السلام عليكم. اليوم شفنا وليد الركراكي اعطانا لائحه فيها 31 لاعب. ربما الجديد في اللائحه هو عوده حكيم زياش، عوده يونس بن الهنده من بعد الغياب من 2019، عوده لاعبين جديدين اللي اكتشفهم وليد، الاعتماد على نفس اللاعبين الركائز الاساسيه اللي كانوا في عهد المدرب وحيد، وبالتالي غياب كذلك عبد الرزاق حمد الله اللي يعتبر من يعني من الهدافين المرموقين على مستوى البطوله السعوديه. يعني الاجوبه ديال المدرب على انه باقي امامه شهرين، امامه جوج مباريات قويتين ضد تشيلي والباراغواي ببرشلون وباشبيليا، هما اللي غيعطيوه لي بيلي او الركائز الاساسيه ديال المنتخب الوطني اللي ممكن يعتمد عليه الكاس العالم القادمه اللي كتفصلوا شهرين. وقال حرفيا على انه ربما نشوفوا لاعبين اخرين جاهزين، لانه كنعرفوا اللاعبين الان كيمارسوا في البطولات الاوروبيه، كثره المباريات عندهم في الاسبوع ربما يكون هناك اعطاب، وبهذا الاساس انه استدعى 31 لاعب. ربما هادو هما اللاعبين اللي كنشوفهم حاليا واجدين. التخوف عندنا هو على مستوى خط الهجوم، واش غتبقى ديك الفاعليه اللي كنعرفوها على المنتخب الوطني، ولا غادي نشوفوا نفس المشاكل اللي كانت واقعه على مستوى خط الهجوم مع ايوب الكعبي ومع النصيري اللي كانوا كيضيعوا بشاعه، لان كاس العالم ما كيطلبش انك تضيع فرصه، وخاصه ان كاس العالم كنعرفوا انك تجيك ثلاثه الفرص لان المباراه كيكونوا قويه. بانه وليد الركراكي من خلال اللائحه ديالو اعتمد اولا على الاساسيات داخل الفريق الوطني المغربي، وعندما نتحدث عن الاساسيات نتحدث عن الثوابت ديال الفريق الوطني المغربي، لانه لا يمكن ابدا ان يجي ناخب وطني وبالتالي يقوم بتغييرات شامله على مستوى التركيبه البشريه. هذا العنوان الاول. العنوان الثاني هو العوده ديال حكيم زياش وايضا العوده ديال يونس بن الهنده. انتم تعرفون جيدا المكانه التي يمكن ان يلعبها او الدور الذي يمكن ان يلعبه حكيم زياش داخل الفريق الوطني المغربي من خلال يعني الحضور ديالو مع تشيلسي، من خلال الاداء ديالو العام، من خلال المؤهلات التقنيه ديالو. فاعتقد بانه حضور بن الهنده او حضور حكيم زياش لم يكن مفاجئا، لانه كان مطلبا شعبيا من طرف كل مكونات ديال اسره كره القدم، من جماهير، من اعلام الى غير ذلك. ثم يونس بن الهنده، وانتم تعرفون بن الهنده يعني الخبره التجربه التي ركمها، وبالتالي فهو هناك نضج اساسي ومهم للفريق الوطني على مستوى خط الوسط الميدان، بالاضافه الى الدعوه لاول مره للاعبين الشابين يعني الشديره وكذلك عبد الحميد صابري، وهذا مهم للفريق الوطني المغربي اذا اردنا ان نبني المستقبل وان نعزز التركيبه البشريه بلاعبين جدد ولاعبين شبان، من اجل ان يكون الفريق الوطني المغربي دائما فيه شباب وفيه مستقبل ايضا. شفنا واحد المساله اخرى هي ان وليد الركراكي خلى الباب مفتوح. نعم الحمد لله. نعم نعم. بالنسبه للاعبين الاخرين الذين لم تتم الملاذات عليهم، فاعتقد بانه حتى الجواب ديال الناخب الوطني كان يعني واضحا، على اعتبار انه حتى اللاعبين الملاذات عليهم اليوم لا يضمنون حضورهم في المونديال. يعني يمكن انه كاين هناك اصابات لا قدر الله، ثم يمكن يكون الاداء ماشي هو المتوقع بالنسبه للناخب الوطني، وبالتالي فاعتقد بانه كاين مجموعة من الأسماء لم تتم المنادات عليهم، مثل عبد الرزاق حمد الله، مثل أمير حارث، مثل أكرد اللي هو مصاب، مثل تسودالي اللي مصاب إلى غير ذلك، مجموعة من الأسماء. ولكن أعتقد بأن الباب مازال مفتوح أمام هذه الأسماء على أنها تجتهد، على أنها تطور من إمكانياتها، لأن المجال تبقى دائما مفتوح للفريق الوطني المغربي. لائحة مزيانة. السي وليد الركراكي ما نساوش بأن هذه 15 يوم بججة، مسؤولية كبيرة على كتافه، لأن ما باقي لنا والو نمشيو لكأس العالم، ولكن كنظن بأن غادي ينجح. وليد الركراكي عنده شخصية، كاريزما، كيعرف كيخرج من الامور ديالو، ورغم بان صعيب جوج مباريات وديا فقط، ولكن كنظن بان هذه تكون شي حاجه، لان عنده قراءه. وليد الركراكي القراءات ديالو كنشوفها دائما كينجح فيها. بالنسبه لحكيم زياش، انا جيت سعيد بالعوده ديالو. حكيم زياش فنان، للاسف المدرب ديال تشيلسي ما كانش كيعطيه فرصه اكثر، وحتى التوظيف ديالو ما كانش مزيان، ولكن ما نساوش بان الحب ديالو للمغرب والمنتخب الوطني، هذه قدم حاجه مهمه بزاف للمنتخب، وحنا محتاجين الفنان بحالو. عبد الهندا ما نساوش بان لاعب تبارك الله عنده تجربه كبيره، وحنا محتاجين له في الميليو. ما نساوش بان كان عندنا مبارك بوصوفا والاحمدي، راه ملي مشى لهذا الوسط الميدان راه مشكله. نتمنى باذن الله تعالى مع السي وليد الركراكي نوليو لينا، حنا عندنا دفاع قوي وكان عندنا ميليو قوي، نتمنى نوليو لذاك الشيء، وانا عندنا ثقتنا فيه ماشي فقط كصحفي ولكن كجمهور. اي وليد الركراكي كنعرفوا بان كيثق في الشباب، وهادشي اللي خلاه ينجح لا مع الفتح لا مع الوداد، وثقتنا كبيره فيه. بالنسبه للاعبين ديال البطوله، انا جيت سعيد بالحضور ديالهم. اللاعبين ديال البطوله راه كيلعبوا كره، غير على التصريح ديال الوحيد اللي ضرني في قلبي انا شخصيا، والبطوله ديالنا راه مكلاسي هي الاولى،
في افريقيا وهذا، وحنا كنشوفوا المباريات، حنا شفنا السوبر طبق كروي رائع قدمناه للعالم، لا من التنظيم لا من الجداد اللاعبين لا كل شيء، وانا بالعكس اللاعب المغربي الا بغيتي يعطيك خصك دير فيه الثقه وتعطيه فرصه. راه عندنا لاعبين تبارك الله اللي يستحقوا يتواجدوا في المنتخب، والمنتخب راه ديال المغاربه كاملين، راه ماشي ديال واحد ولا زوج. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.